فالإسلام إذا كان قويا والمصلحة أن يجاهد المسلمون جاهدوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تارة جاهد وتارة صالح وتارة صبر وتارة هاجر، هذه كل أحكام جرت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في كل لحظة نجاهد، أحيانا الصبر أولى من الجهاد، وأحيانا الصلح والمعاهدة مع الكفار لا تقتلني ولا أقتلك هذا أصلح، وهذا هو يعني الأكثر، لا سيما في حال ضعف المسلمين، إذا ضعف المسلمون وتوقف القتال وتصالحنا مع الكفار لا تقاتلني ولا قاتلك، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نبدأ بماذا؟ بالدعوة. وكم من الكفار من يدخل في الإسلام بالدعوة، حجج الإسلام قوية والكفار على لا شيء، عندهم ضلال، عندهم تناقض، عندهم فراغ، كثير من الكفار يعبد إلها يخلقه يصنعه بيده، يعتمد على دين آباء وأجداده، ما عنده قاعدة، فيأتي الإسلام قوي ليكتسح القلوب ويهدي الله عز به، يعني أعين عمية وقلوب وأذان صمة، إسلام قوي جدا. وذاك اليوم يدخل الناس في دين الله أفواجه، كثير من بلاد الكفار بلاد الغرب وغيرها بلاد الشرق ها تجد الناس يدخلون في الإسلام كثرة، بس من يكمل معهم يعلمهم الإسلام الصحيح، لأنه بحاجة إلى من يعلم المسلمين الإعلام الصحيح فضلا عن الكفار أو المسلمون الجدد. هذا النقص الكبير، أن الناس مو عارف الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل. فعلى كل حال توقف القتال بصلح شرعي وهدنة شرعية هذا من صالح المسلمين اليوم وقبل اليوم، لكن قد نضطر إلى القتال فلا نقول أنه ليس بمشروع، بل هو من الإسلام، قد ذكر في الكتاب والسنة والإجماع. نعم.